السلام عليكم، كيف حالكم طلابي؟ هل أنتم بخير؟ سنتعلم اليوم درساً جديداً وسنتعرف على المناخ وعناصره، وسنبدأ بالجلوس على الكرسي بهدوء، أرى بعيني وأسمع بأذني. دائماً نتساءل، ما هو طقس اليوم؟ أو ما هو المناخ هذه السنة؟ ولكن ماذا نعني بالطقس؟ وماذا نعني بالمناخ؟ أنا سأخبركم، الطقس هو حالة الجو ولكن في فترة زمنية قصيرة، أي حالة الطقس اليوم مثلاً، فالطقس اليوم هو طقس حار جداً، والطقس هذا الأسبوع أيضاً يتوقع أن يكون حاراً، هكذا قسم الطقس خلال فترة صغيرة. أما إذا قلنا المناخ فنحن نقصد بحالة الجو في فترة فصل أو سنة، مثل فصل الصيف، فصل الخريف، هذا ما نقصده بالطقس والمناخ. وسنبدأ ونتعرف على عناصر المناخ، وأولها الحرارة، الرياح، والأمطار. سأعرفكم اليوم على الحرارة، وماذا نقصد بالحرارة يا طلابي؟ الحرارة هي برودة الجو أو سخونته، ويتحكم في الحرارة المصدر الأساسي لها وهي الشمس. ثانياً الأمطار، والأمطار هي المياه التي تسقط من السماء إلى الأرض، وهذه هي الأمطار. ثالثاً الرياح، والرياح هي عبارة عن حركات كميات كبيرة من الهواء، تكون سريعة أو بطيئة، فهكذا تتحرك الشجرة عندما يكون الهواء بارداً جداً. والرياح لها أنواع كثيرة سنعددها، وهي الرياح الدائمة، والرياح الموسمية، والرياح المحلية، والرياح اليومية. لنحل التدريب سوياً، أي من الصور التالية تعتبر من عناصر المناخ؟ هل هي التربة أم الأمطار؟ تذكروا، أحسنتم، الأمطار من عناصر المناخ. إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا، وتعلمنا اليوم عناصر المناخ وهي الحرارة والرياح والأمطار. والآن أنهينا العمل ووصلنا إلى نهاية درسنا. شكراً لحسن استماعكم، ونراكم في درس جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.